السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد. إن شاء الله النهاردة وصفتنا تعجبكم جدا جدا زي ما دايما متعودين معاكم، وبتكتبوا لنا كلام حلو سواء على الفيسبوك على صفحة قناة هي أو كمان على صفحتي. مع بعض ست الحبايب على قناة هي من السبت الخميس الساعة 12 بالظبط، تردد القناة 11785. مش بس كده، أرقام التليفونات كمان بتنزل لكم على الشاشة، هتنزل لكم دلوقتي، دي وسيلة التواصل معايا عن طريق الشاشة. اتصلوا بيا يلا واسألوني أي حاجة أنتوا عايزين تعرفوها وأنا من عينيا الاتنين هجاوبكم. مش بس كده، ده احنا كمان بيبقى معانا اللايف على السوشيال ميديا، صفحة قناة هي الصفحة الوحيدة والرسمية اسمها قناة هي بالعربي وجنبها هي تي في بالإنجليزي. هينزل لكم دلوقتي اسم القناة، تقدروا تتابعوني عن طريق اللايف، تكتبوا أي كومنت على اللايف وانا برد عليكم باسم صاحب الكومنت او صاحبة الكومنت. وما زالت المسابقة بتاعتنا شغالة، المسابقة بتاعتنا يا جماعة، اي حد متفاعل جدا جدا على اللايف وبيكتب كومنتات وبياخد ويدي معانا على اللايف ان شاء الله نختاره يكون ليه نصيب ان شاء الله، ينورني في حلقة قريب ان شاء الله. فمع بعض على اللايف على صفحة قناة هي على الفيسبوك، وكمان على الشاشة عن طريق كمان أرقام التليفونات اللي بتنزل لكم على الشاشة. تعالوا بقى النهاردة نشوف هنعمل إيه. هنعمل وصفة الاسم بتاعها يخض، وناس كتير تقولك أنا بخاف أعمل عرق اللحمة في البيت، عرق التريبيانكو لو عملته في البيت ما بيزبطش معايا، ما بيطلعليش اللحمة الباردة كما ينبغي. النهاردة إن شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، طبعا لزوم بقى العزومات ورأس السنة والأعياد اللي قبل وبعد، فبنحتاج نعمل أساسي معانا عرق اللحمة في العزومات بتاعتنا. النهاردة هنعمله مع بعض إن شاء الله، مش بس كده علشان أكلتنا الحلوة تكمل في العزومة، بنقدم معاه الرز بالخلطة، الرز اللي هو بالسكر المكرمل والمكسرات، ممكن انت تضيفي له كبدة فراخ، ممكن تضيفي له لحمة مفرومة، لكن ده لو هقدمه لوحده، هقدمه مع عرق اللحمة ما بحطش عليه ولا كبدة فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة، بيتقدم الرز بالمكسرات فقط. ده كده لما بقدمه مع عرق اللحمة. خدي بالك من الحاجات دي، مهمة جدا جدا، دي من أصول العزومات، هيتقدم سيرفيس لوحده، ضيفي عليه زي ما انت عايزه. النهارده هنعمله مع عرق اللحمه، يبقى مش هنحط عليه اي اضافات غير المكسرات بتاعته. تعالوا بسم الله كده نسمي ونقول عرق اللحمه يتعمل ازاي، وكمان هنشوف الرز بتاعنا الرز بالخلطه هيتعمل ازاي مع عرق اللحمه. بسم الله. اولا مقادير عرق اللحمه، عندنا عرق لحمة ملفوف جاهز، وتخلي الجزار يلفهولك لفة حلوة وفي نفس الوقت يطلع منه أي دهون موجودة. لازم عرق اللحمة يبقى بسم الله ما شاء الله منور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده مجموعة توابل مهمة جدا، ملح، فلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر، وكمان حبهان وروزميري وزعتر وبهارات لحمة، وبعد كده عندي معلقة سمنة وزيت ومكعب مرقة، وبعد كده الخضار اللي هيتحط معاه منها هيطعمه، وكمان نفس الخضار هطلع منه الصوص الطبيعي جدا من غير ديميجلاس من غير أي عوامل خارجية، هيبقى عبارة عن بطاطساية واحدة بس صغيرة، وعندي جزر وعندي توم وكرفس وبصل ومية سخنة ومكعب مرقة وفصوص توم. نقول الخضار بتاعنا تاني، اولا مكعب مرقه وكوبايه ميه سخنه وهنعرف هنعمل بيهم ايه. ثانيا بصل، جزر عايزه تكتري فيهم زي ما انت عايزه ما عدا البطاطس، بطاطسايه واحده صغيره، مش عايزين الصوص بتاعنا يتقل ويختم، عايزه قوام صوص طبيعي كانك بالظبط حاطه فيه الديمي جلاس او حاطه فيه اي عناصر خارجيه، مع ان انا عاملاه بالخضار لكن هتشوفوا كلون وكطعم عامل ازاي. الكرفس طبعا معانا وكم فص توم، دول اساسي معانا. خلاص دي كده مقادير عرق اللحمه بالخضار بالصوص بتاعه، كل ده قلناه مع بعض. تعالوا ندخل على مقادير الرز بالخلطه. عندي كيلو رز، الرز بتاعنا المصري الجميل ده مغسول ومتصفي، وعندي كمان زبده، بهارات ست الحبايب هتشاركنا النهارده في الوجبه بتاعتنا، وكمان عندنا مكعب مرقه، عندي قرفه، عيدان وبودر، وطبعا ده اللي بيميز جدا جدا الرز بالخلطه. معلقتين كبار سكر، ودول اساسي معانا علشان نكرملهم.
بعد كده زبيب واي نوع مكسرات عندك. دي كده المقادير، وطبعا ميه سخنه. دي كده المقادير بتاعه الرز بالخلطه. من فضلكم بس انا عايزه مج، حد يجيب لنا مج شيء. جنبي، ماشي خلاص. شكرا 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 شكرا. انتوا ايه ما صدقتوا؟ اول حاجه هنبتدي بيها هنعمل الرز بالخلطه علشان يلحق يستوي معانا ونقدمه مع عرق اللحمه المتين الجميل النهارده. هنعمل ايه بقى؟ ايه اول خطوه هعملها لما اجي اعمل رز بالخلطه؟ اولا في حاجه بعيده عن الحله الاساسيه اللي هشتغل بيها او اللي هسوي فيها الرز، يعني كزرولة زي ما انا عامله كده او حله تانية صغيره هكرمل فيها معلقتين كبار سكر. بسم الله بالشكل ده. وكمان مش مجرد كرمله بس، ده انا هوصل السكر ان ايه كانه اتحرق، يعني هنوصله لدرجه عاليه جدا جدا من الكرمله. كل ما اغمق معاكي كل ما اداكي لون ميه حلو جدا جدا، ففي الاخر اداكي لون رز جميل. خدي بالك من التكايه المهمه دي، هنا هيتوقف هنا كرمله السكر ولونه على لون الرز في الاخر. طب انا لما كرمله قوي وحروقه قوي هو ده مش هيديني طعم مرارة يا شيف؟ لا اطلاقا خالص خالص، ولا تحطي في بالك الموضوع ده اطلاقا. فاحنا معانا اهو السكر بيتكرمل. ناخد مين على التليفون على ما السكر بس يتكرمل؟ مين معانا؟ قولي يا منى، كنت بتقولي ام حبيبه. يا ام حبيبه اهلا وسهلا. ازيك يا عامله ايه؟ ازي حضرتك، ازيك يا ام حبيبه عامله ايه؟ عامله ايه يا مدام هاله؟ الحمد لله يا حبيبتي، فضل ونعمه والله الحمد لله. اكلاتك كلها جميله يا مدام هاله. يا رب يخليكي ليا، يا رب يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا يا رب. بقول لك بقى انا عايز كمين بشيشه بقى، ما عملتهاش البشيشه خالص. البشيشه هنعملها قريب. جميلة عينيا، هعملها لك قريب والله بامر الله. حاضر. بعمل كل اللي انت بتعملي بعمله والله. بجد والله والله ده شرف كبير ليا. عملت الكيكه بالشوكولاته وبتاعت النشا وال الله. ايوه بقى البشيش، شفتي بقى الكيكه اللي بالنشا متماسكه ازاي، وعلى قد ما هي متماسكه طريه وهشه ازاي، شفتي جمالها؟ عملت لها طريقه السمنه كمان تغطيها من تحت. جميل. ايوه بقى ايوه بقى، الله ينور يا ام حبيبه والله، الله ينور حبيبه قلبي والله نورتيني. تعالوا نشوف بقى تاني، هنعيد الخطوه تاني. انا هنا على عين بوتاجاز بكرمل السكر اهو، ولسه بس ايه هيكرمل معانا، يبتدي يسيح ويكرمل. وفي الحله اللي هعمل فيها الرز هعمل ايه؟ هشوح المكسرات كلها وهاخد منها شويه. بصوا ادي الاول شويه زيت، دي كده الحله اللي انا هعمل فيها الرز. ماشي كده بسم الله، حله سخنت جدا. يلا بصوا بنبردها ازاي، احط الزيت والفها كده. دي بقى من الافكار اللي استاذ احمد بيحبها قوي، يعني اللي هي الاخطاء اللي ممكن او المشكله اللي ممكن تقابلك في المطبخ وتحليها ازاي. المفروض ان انا احط زبده، ما ينفعش احط زبده دلوقتي، الزيت سخن عشان الحله سخنت قوي، لو حطيت الزبده هتتحرق في ثواني مش هلحقها. طب هعمل ايه؟ هبعد الحله بالزيت بس كده على الرخامه بتاعت المطبخ لغايه ما هتبتدي تهدى معايا شويه، مش هحط اي اضافات دلوقتي خالص. تاني انا كده مستنيه الزيت درجه حرارته تهدى، وفي نفس الوقت عندي على العين التانيه السكر اهو، بصوا ابتدى يشتغل معانا، ابتدى يكرمل اهو، الله اكبر عليه. او بصوا كده المنظر اهو، يلا يلا بينا. بصوا اهو، بصوا بقى يا استاذ احمد ابتدى ايه يسيح، بس لسه في حبيبات سكر، مش دي طبعا الدرجه المطلوبه، ده لسه شويه بس. في المقابل نحضر جنبينا كاتل فيه ميه سخنه. مين معانا يا نجلاء؟ اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيف، ازيك يا نجلاء؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ اخبارك ايه؟ الحاجات الحلوه الحمد لله. الحمد لله. يلا اكلات عزومات بقى محترمه كده عشان الاعياد اللي داخلين عليها ان شاء الله. وراس السنه. ايوه كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. حاجاتك جميله وما شاء الله عليك. تسلمي لي يا قلبي ودايما منوراني والله حبيبتي، نورتيني. بصوا بقى كده الكرمله ابتدى يدخل على اللون اللي عايزينه، اهدي عليه شويه واصبري وما تخافيش وما تقوليش لا لا ده اتحرق، لا ده خالص هوريكي امتى الدرجه المطلوبه. كل ما هنغمق كل ما هيديني لون ميه حلو جدا، بس ولا هتحسي بطعم سكر ولا بطعم مراره ولا اي حاجه خالص. حلو قوي كده، دي الدرجه المطلوبه من بعيد خالص الله يكرمك.
من بعيد خالص وحطي الميه وخلي ايدك بعيد. بسم الله. بصوا سمعتوا الطشه دي؟ دي ايدك لازم تكون بعيد. شوفوا لون الميه بقى عامل ازاي، ما شاء الله، وهو المطلوب. هي دي الدرجه الحلوه اللي احنا عايزينها، ما شاء الله عليها. هحط هنا بقى ايه في الميه؟ هحط نوعين القرفه، وهنحط كمان مكعب مرقه. ده بقى بيطعم جدا الرز. ادي مكعب مرقه اهو جوه كده، وادي القرفه، القرفه عيدان، وادي القرفه البودر، بس كده. وهنجيب كمان شويه ملح وخلاص. بسم الله، سهله وبسيطه جدا جدا، ما شاء الله عليها. وادي شويه الملح كده بس. معنى كده ان الرز لما اجي اشوحه دلوقتي مش محتاج اي اضافات. الرز دلوقتي لما اجي اشوحه واسقيه بالميه دي هيبقى الطعم من كل حاجه، مش محتاج اي حاجه تانية. اهو يا جماعه شوفوا، عسل ولا كلمه، تحفه ما شاء الله. نطفي بقى هنا عين البوتاجاز. خلاص كده الميه جهزت معانا، ماشي. وبعد كده دلوقتي هجيب بقى الرز نفسه. الزيت اهو هدي، تمام. هاخد بقى الزبده مع الزيت كده بالشكل ده، وهقلب. شفتوا بقى درجة حرارة الزيت هديت ازاي؟ عادي جدا، على ما عملت كرملت السكر وعملت المية كانت درجة حرارة الزيت هديت. ارجع اروح حط الزبدة بمنتهى الامان واشتغل، مفيش اي مشكلة خالص. بصوا بقى المنظر، عسل بقى. هنا بقى بعد ما الزيت والزبدة دابوا كده مع بعض، انا عندي اي مكسرات موجودة عندك في البيت هاخدها كده كلها. طبعا الرز ده معروف عنه ان المكسرات معاه اساسي. وعندي زبيب نقعاه في الميه لمده ربع ساعه ينزل التسكيره بتاعته. بصفيه كده من الميه، واخده كده مع اي مكسرات بقى، سوداني، لوز، قشر اللوز، اي مكسرات عندك بالشكل ده. ونديها تشويحه الاول اهو. خدوا بالكم من الخطوات دي كلها عشان تطلعي رز بخلطة أو رز العزومات كما ينبغي، أو رز الأفراح بيتقال عليه كل ده. بصوا دي الحلة اللي أنا هعمل فيها الرز. يبقى أنا بعمل إيه الأول؟ بشوح أي مكسرات هتتحط على الوش، بشوحها الأول مع زبيب منقوع لمدة ربع ساعة. دي أول خطوة معايا، أول خطوة في حلة الرز. لكن أول خطوة في الوصفة نفسها كانت إيه؟ كانت الميه اللي كرملنا لها السكر وحطينا فيها قرفه عيدان وقرفه بودر وملح ومكعب مرقه. وهنحط كمان شويه كده من بهارات ست الحبايب في الميه برضو تطعمها كده. ناخد شويه كده، بسم الله، رشه خفيفه كده بس وخلاص، بس كده. وكده عندي الميه اللي هسقي بيها الرز جاهزه، ريحتها حلوه حلوه حلوه. طبعا انتوا عارفين القرفه، وما ادراكم ما القرفه وجمالها. القرفه بتدي ريحه في منتهى الجمال، وده اللي بيميز الرز بتاعنا النهارده. كله كده بيتشوح اهو، حلو قوي الكلام ده. هجيب بقى المصفى السلك بتاعت الزيت، وهجيب طبق فاضي. تفتكروا ليه بقى؟ تفتكروا هعمل ايه؟ ادي مصفه الزيت، وادي طبق فاضي كده. وبعد ما اشوح كده المكسرات كلها هاخد ثلاث ارباعها اصفيها من الماده الدهنيه كده، واخدها في طبق لوحدها. دي اللي هتبقى على وش الرز. بسم الله، بالشكل ده كده يا جماعه اهو. بصوا كده. وهسيب بقى كده حوالي ايه، ربعها بس كده في الحله زي ما هو اهو. شايفين اللي في الحله؟ حوالي كده ايه، ربع الكميه اللي عندي. هنزل على ربع كميه المكسرات دي بالرز اللي عندنا، بكيلو الرز المغسول متصفي. عايزه تعمليه برز بسمتي ماشي، عايزه تعمليه بالرز المصري ماشي، كل ده في ايدينا بالشكل ده كده. وهقلب، بسم الله،
طبعا مش هنحط هنا اي اضافات خالص عشان الميه فيها كل حاجه اهو، شايفين ازاي ما شاء الله عليها كده يا جماعه. يبقى انا شوحت الاول المكسرات كلها، خدت ثلاث ارباعها بالزبيب وسبت شويه صغيرين الربع بس كده، شوحت معاه الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده تمام زي الفل. هناخد بقى الميه اللي عملناها او اللي كرملناها وهنسقي بيها الرز. بسم الله يلا كده نشوف بس مستوى الميه. عرفتوا بقى اللون الحلو بتاع الرز بالخلطه والطعم الجميل جدا بتاعه بيجي منين؟ بيجي من الميه اللي كرملنا لها السكر في الاول خالص. كده تمام العقد بتاع الميه مظبوط قوي. هاخد بس كام عود القرفه اللي انا خليتهم غليوا في الميه، ارجع احطهم تاني في الرز بالشكل ده. وعايزه بس ايه ازود شويه ميه صغيرين كده بس يا ست الحبايب، وتقليبه تاني حلوه. وعلى الريحه اللي طالعه بقى ما شاء الله، شوفوا الريحه عامله ازاي، شوفوا الريحه عامله ازاي. نفسي يعني نفسي بجد تشموا الريحه معايا او تذوقوا الطعم. دلوقتي بقى هنغطي عليه وهنسويه بقى التسويه العاديه جدا بتاعه الرز على ما يتشرب ويشرب الميه بتاعته كلها، اروح موطيه عليه خالص واسيبه يعيش مع نفسه، يطلع لي رز بني طعمه وريحته في منتهى الجمال. هنا بقى عايزه تحطي له كبد فراخ، هتشوحي الكبده لوحدها الاول بملح وفلفل اسود، وممكن تحطي عليها كمان دبس رمان لو عايزه، وبعد كده تقطعيها وتروحي حطها على الوش لما تيجي تقدميه، وممكن تعصجي لحمه مفرومه وبرده تحطيها على الوش. ده الكلام ده امتى؟ زي ما اتفقنا لو هقدمه لوحده كوجبه، هقدمه جنب اللحوم بالذات يبقى انا هقدمه زي ما انا عاملاه كده، هحط بس على الوش المكسرات. ادي كده وصفه خلصت معانا. داخلين على الوصفة التانية، عرق اللحمة، وعايزين بقى نعمل عرق اللحمة مع بعض بفن بمزاج. أول حاجة هعملها عندي مكعب مرقة، هجيب كوباية وأدوب فيها المرقة دي واركنها على جنب دلوقتي. بصوا آدي مكعب المرقة كده، وأحط عليه المية كوباية مية سخنة وهركنه شويه لغايه ما يدوب تماما. اهو يا جماعه بالشكل ده. دي كده اول حاجه معانا لازم نعملها في عرق اللحمه، مهمه جدا. انا عايزه اقول لكم ده هيبقى اصل التطعيمه كلها، انتم متخيلين؟ وبعد كده هنبتدي بقى دلوقتي نشتغل في عرق اللحمه. فهنركن المكعب المرقه بكوبايه الميه على جنب كده لوحدهم دلوقتي، وهنشتغل بقى في عرق اللحمه. شوفي مقاسه قد ايه وحضري جنبك صينيه تاخد العرق مستريحه، اقدر الف فيها العرق اللحمه بمنتهى السهوله. تعالوا نبعد بس كل ده دلوقتي، ندي صدمه وبعدين نشوف هنعمل ايه. بص يا ستي، مش هحط زبده مع عرق اللحمه وانا بحمره، لان الزبده هتتحرق بسرعه، مش هتستحمل اللحمه بتاعتنا على ما تتحمر. فانا هحط زيت وسمنه عشان دول اللي يستحملوا التحمير بتاع عرق اللحمه كويس جدا. بلاش زبده، الزبده هتخليه يتحروق بسرعه وكمان هيطلع الغلاف الخارجي بتاعه مش حلو. فالانسب زي ما بقول لك كده الزيت والسمنه مع بعض. فانا جبت صينيه اهي كبيره وشغلت كده عينين البوتاجاز اللي قصاد بعض بالشكل ده. وبعد كده لازم نحضر معانا ماسك او اتنين كمان، دول اساسي معانا. وتحضري شوكه. على فكره اللي انا بقوله لك ده مهم جدا 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 وانت بتحمري عرق اللحمه. يعني انا دلوقتي اهو احضر اتنين ماسك كده جنبي واحضر شوكه. امشي معايا الخطوات واحده واحده. طلع لك عرق لحمه، يعني طلع لك لحمه بارده ولا اجدع مطاعم. ادي صينيه اهي كبيره سخنت معانا، هروح حاطه فيها بسم الله زيت كده ماشي، وهنحط فيها سمنه. خلي بالك يا شيف هاله، ده انت ما تبلتيش العرق، ده انت ما حطيتيش فيه اي حاجه. ايوه انا واخده بالي. ايه ده يعني انت ما نسيتيش التوابل؟ لا ما نسيتش التوابل، مش هنحط فيه اي حاجه دلوقتي. امال ايه؟ هيطعم ازاي؟
وهياخد التطعيمه الحلوه بتاعته ازاي. ده كده اللحمه البارده هتطلع مسخه، تطلع مسخه معانا برده يا جماعه؟ ينفع الكلام ده؟ لا طبعا، ده احنا هنطعمه دلوقتي ونخلي اللحمه البارده دي تطلع زي العسل، بس في وقتها مش ساعه التحمير. تعالوا نشوف الرز. الله الله يا حلاوتك يا جمالك، شوف الرز لونه عامل ازاي ولسه بيتشرب، والمكسرات ايه شوية منها جوه الرز وشوية عامت على الوش كده، وحاجة يعني عسل. ميرسي يا منى والله، تقولي شغل فنادق والله. شكرا يا منى، شكرا يا منى، شكرين. بتكلك على السين. كده الزيت والسمنة سخنوا كويس قوي. بسم الله ما شاء الله، ناخد عرق اللحمة الجميل بتاعنا كده وننزل بيه بهدوء. بسم الله، بصوا دي أول حاجة معانا من غير تتبيلة ولا غيره. حضر جنبي هنا صاج كده، نشيل بس كل ده أهو زي ما انتوا شايفين كده، واصبري عليه تماما، اصبري شوية. خلي بالك حاولي تجيبي عرق اللحمة يكون وزنه كبير، انه بيكش جدا جدا بعد التشوية. يعني عرق اللحمة اللي انتوا شايفينه ده بعد ما بيستوي حجمه بيقل جدا، يمكن بيوصل للنص كمان يعني. فما تقلقيش من التسويه، وهاتي عرق اللحمه يكون وزنه كبير. طبعا في ناس بتفتحه وتحشيه توم، فلو سمحتوا اوعوا تعملوا كده عشان طعمه ما يقلبش على بسطرمه. اللي بنحشيه توم ده اللي بيتعمل بسطرمه، دي لحمه بارده. عمرك في حياتك جبتي لحمه بارده جاهزه ولقيتي الشريحه بتاعه اللحمه البارده جواها توم؟ استحاله. الناس اللي بتعمل كده غلط يا جماعه. امشوا كده على الخطوات دي بالظبط، وهتاكلوا النهارده ان شاء الله احلى لحمه بارده في الدنيا. واتقلي عليه في التحمير ما يهمكيش. طب ده خد لون غامق برده ما يهمكيش. نوطي بس على الرز على الريحه اللي طالعه. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. لا الماسك ده مش حلو، كويس ان انا خدت بالي. يلا بينا بالراحه خالص كده، قلبه على الناحيه الثانيه. بص كده هوريكم دلوقتي لون التحمير الجميل. تحميره ما شاء الله 10 على 10. صباح الخير. بصوا طبعا ريحه اللحم طالعه على الرغم انها ما اتبلتش، هتفتح نفسكم النهارده ان شاء الله. اهو يا جماعه نقلب تاني. بسم الله اهو، شايفين التحمير عامل ازاي؟ ده التحمير اللي احنا عايزينه، ومهم جدا عشان كل الانسجه بتاعه اللحمه بتاعه عرق اللحمه تقفل. كل ما قفلت تديكي لحمه بارده طريه جدا، وكمان يستوي بمنتهى السهوله. شايفين الجمال؟ اتقالي عليه ولا يهمك. الله يا استاذ احمد، الله بجد والله العظيم، تسلموا انتوا جميعا على الكادرات الحلوه والمنظر. حسستيني ان انا قاعده مع عرق اللحمه. انا جوه الصينيه. يلا ندي تقليبه كمان، تقعدي كده ايه تدوري فيه كده من جميع النواحي كده. بسم الله كده اهو. طبعا لو عندك اطفال خلي بالك ما يبقوش واقفين جنبك ساعه التحمير بالذات، لان هو بيطرطش، وطبعا درجه الحراره بتبقى عاليه جدا، فلا قدر الله ممكن اي طفل مثلا حاجه تطرطش عليه. فساعه لحظه التحمير دي بالذات لازم تبقي واقفه لوحدك في المطبخ. بصوا اتقلي عليه كده من جميع النواحي، ده اهم ما في الموضوع. كل اللي جاي ده خطوات عاديه جدا اهي. بصوا يلا نقلب تاني. كده بصوا اللون بقى تحفه. بصوا اتحمر من جميع النواحي ازاي. اي حته حاسه انها ما اتحمرتش كويس لا اديها تحميره محترمه اهو.
ان هو ده كمان الطبقه الغامقه بتاعه اللحمه البارده، يعني هو احنا ما ندخله الفرن دلوقتي مش هنخليه يكمل شويه في الفرن، لا قصدي مش هنخليه ياخد وش، مش هياخد وش خالص، مش هيتحمر، هو بس هيكمل شويه بس كده. بتمشي بس كده اهو، حلو قوي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شوكه وهحاول كده اغرزها كده في اي حته طريه كده، وامسك العرق علشان ندي صدمه للحروف كمان. لو شفتوا الحرف اللي فوق ده هتلاقوه لسه ما خدش صدمه، لسه اللحمه باينه، وده ما ينفعش. اهي اهي بصوا، عشان كده انا بعمل كده، الحته دي ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش اللحمه تبقى باينه كده، فانا بديله صدمه من جميع الحروف. ننزله بقى تاني بالراحه كده، بسم الله بسم الله كده، ونعيد الحركه دي الناحيه الثانيه كده. تاني ادي الشوكه اهي، وادي الماسك بسم الله على الناحيه الثانيه. بصوا بقى الطرف اللي فوق خد صدمه اهو، مش عارفه انا بزعق ليه، عشان الصوت عندي عالي ولا ايه؟ اهو اهو، بص يا استاذ احمد جاب لنا ده الحرف اللي كنت مدياله صدمه في الاول، شفتوا ازاي؟ بصوا المنظر، ادي عرق اللحمه خد صدمه من جميع النواحي، اللهم بارك. بس يا ستي هنقف لغايه هنا وهنطلع فاصل، اكمل تحمير العرق وترجعوا لي نشوف الخطوات اللي بعد كده هتبقى ايه. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. شفتوا اللون الجميل لعرق اللحمه عامل ازاي، والتحميره الحلوه الجميله بتاعته عامله ازاي، اللهم بارك. بصوا عماله الف لكم من جميع النواحي تشوفوا التحميره عامله ازاي، اللهم بارك. بصوا عسل اهو. بعد كده بعد ما خد التحميره دي من جميع النواحي كده بالشكل ده، بصوا استاذ احمد بقى جاب لنا الكادر من واسع فوق عشان يبين لكم جمال اللون من كل ناحيه. تعالوا بقى نروح شايلينه كده، نتحكم فيه بس كده كويس، بسم الله كده، واحطه كده في صينيه جنبي تمام كده، ومكان عرق اللحمه اللي اتحمر، لانه بس علشان ايه الدخانه طالعه جامده قوي. بصوا مكان العرق، اهدي بس النار شويه، كان لازم النار تكون عاليه وانت بتحمري عرق اللحمه. هنا بقى هروح نازله بالخضار اللي عندي كله، جزر كده، وكمان بصل بسم الله، وبطاطس. اتفقنا ان البطاطس يا دوبك واحده بس صغيره متقطعه مكعبات، كله متقطع مكعبات كده بالشكل ده، مش هنزود البطاطس يا جماعه. الله على ريحه الخضار طالعه تحفه. وادي كرفس، كام عود كرفس متقطعين ورق، والعيدان بتوعهم كمان كده بالمنظر ده. وبعد كده عندنا كام فص ثوم كمان اهو، شايفين ازاي؟ كل ما تزودي ثوم كل ما هيدي طعم حلو قوي. طيب كل التوابل اللي كانت عندنا في المقادير، عايزين بس الاول نقلب كده، انا هديت النار عشان الخضار ما يتحرقش. بصوا اهو، وتعالوا بقى دلوقتي، طبعا الخضار كده هياخد كل طعم العرق ومكان ما عرق اللحمه كان بيتحمر. هنا بقى هنتبله بكل التوابل اللي كانت موجوده عندنا في المقادير وكانت لسه نازله على الشاشه دلوقتي، يا ريت ننزلها تاني يا استاذ احمد، كل التوابل بتاعتنا اهو، حبهان وتوم باودر وبصل باودر، من كل حاجه كده ايه يعني نص معلقه صغيره مش اكتر من كده اهو، وزعتر كمان، وروزميري بيدوا طعم حلو جدا جدا مع عرق اللحمه. المقادير اهي قدامكم يا جماعه، وكبابة صيني حلوه جدا جدا، وزي ما قلت لكم ست الحبايب، بهارات ست الحبايب معانا كمان النهارده، طعمنا بيها ميه الرز وهنطعم بيها كمان الخضار بالشكل ده يا جماعه.
واهم حاجه طبعا مش عايزين ننساها الملح والفلفل الاسود. ادي شويه فلفل اسود كده وادي الملح. كل اللي احنا حطيناه ده هيطعم الخضار اللي هو المفروض الصوص الطبيعي جدا اللي هنعمله جنب عرق اللحمه، زائد ان هو هيطعم لي عرق اللحمه نفسه، هيطعم لي اللحمه نفسها، ان دلوقتي كله هيستوي مع بعض. الاول بس نشوح الخضار مع التوابل كلها والملح والفلفل الاسود، تديكي الشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليه. شايفين ازاي؟ اهو كده. وبعد كده تعالوا بقى نفتح بالشكل ده اهو. بنفتح لايه؟ ها هنجيب ايه تفتكروا؟ هنجيب عرق اللحمه. بسم الله نروح حاطينه كده اهو. يلا اهو والله. بصوا بالشكل ده كده. وبعدين لو تفتكروا كان معانا ميه، كوبايه ميه سخنه دوبنا فيها مرقه في الاول خالص، هجيبها اهي. مكعب المرقه ده كمان هيطعم لي جدا جدا عرق اللحمه، وهيطعم لي الصوص في الاخر. ادوب بقى كده اهي المكعب مع الميه السخنه بالشكل ده، وبعدين نروح واخدينه بصوا نصه كده الناحيه دي بحركه كده دائريه اهو، عشان يطعم لي الخضار كله. دي كوبايه ميه، يعني معنى كده ان عرق اللحمه مش هياخد اكتر من كوبايه ميه اهو بالشكل ده. حلو كده. بس وبعد كده هروح بس مديله كده ايه كده الصينيه، نهزها هزه بسيطه بالشكل ده، وهطفي النار وهغطي الصينيه دي وهندخلها الفرن مش اكتر من كده. حط الحاجه فين يا ولاد؟ حط الحاجه فين؟ اه شكرا يا استاذ احمد والله متشكره قوي. متشكره على الوصف الدقيق ده. بصوا نمسح بس كده كل ده اهو كده، ونجيب الصينيه. يلا بينا. الله عليك يا استاذ احمد بجد شكلها يفرح والله، شكلها يفرح. الله ينور. اه بالظبط. ماشي تمام زي الفل والله زي الفل. الله الله الله. لا ده بيتغزل كمان، يعني لو تلاحظوا يعني يا استاذ احمد بيتغزل في الصينيه، يعني شايفين تحسوا كده ان هو حابب الشكل قوي. هي بصراحه لو انتوا شايفين المنظر ده كده، بصوا الخضار مع عرق اللحمه شكله يفرح ازاي. الله اكبر بجد تحفه. طبعا محمد سيد عامل شغل عالي جدا جدا، وعبد الرحمن بقى وسعيد يعني لا غالبا لا. تعالوا ناخد رباب. يا رباب اهلا وسهلا. صباح الخير يا لولي. صباح النور يا قلبي. ازاي الريحه جايالي لغايه هنا؟ شفتي شفتي استاذ احمد مدخلنا كلنا جوه الصينيه. من اكتوبر للميعادي. حبيبه قلبي والله. لا بصي اللي قالت لك انا هعمل اجنده او حاجه للتركات بتاعتك دي حقيقه، انت عارفه الاهم والله العظيم من الشغل اللي بتعمليه في حاجات صغيره كده. اه دي التكات اللي بنقول عليها بتفرق جدا معانا جدا. جدا جدا. انا بعمل النهارده القلقاس بطريقتك يا لولي. ايوه بقى الف هنا وشافة. حقيقي. طب هقول لك بطريقه حلوه قوي كانت ماما وعماتي وكده بيعملوا. انت حطيتي في اي مرقه عندك او كده، عارفه كفته الرز وتتعمل دواير صغننه كده وتتحط معاه كفته الرز مع القلقاس؟ اه تتعمل كرات، قصدي كرات صغننه كده وتتحط مع القلقاس. الله تتخيلي الجمال. طبعا لا متخيله. جربيها على ضمانه مامتي بقى. لا هنجربها ان شاء الله، والوصفه دي هنسميها باسمك باذن الله. يا حبيبه قلبي صباح الفل عليك. صباح العسل يا قلبي نورتيني والله يا حبيبه قلبي نورتيني. كده الرز كمان تخيلوا استوى ولا كلمه. بصوا مع شويه المكسرات عسل. الله ينور. بس نطفي النار ونسيبه بقى كده يتهوى شويه عشان ايه يفلفل معانا، على ما نشوف هنعمل ايه في عرق اللحمه. انا صعبان عليا اغطي الصينيه والله، صعبان عليا اغطي الصينيه. بس احنا هنغطيها بالفويل كويس قوي، وبعدين هندخلها الفرن. من اول دلوقتي الفرن يكون شغال على اعلى درجه حراره، يعني معنى كده ان الفرن لازم يكون سخن جدا.
بعد كده هاجي اروح حاطه الصينيه في الفرن وهي متغطيه وانزل درجه الحراره ل 200 200 يعني الوسط. هياخد قد ايه؟ هياخد ساعه. ساعه تحسبيها بالظبط على درجة حرارة 200 على شرط لازم الفرن يكون سخن جدا، قبلها كان سخن على أعلى درجة حرارة. الصينية دي لازم تدخل فرن سخن جدا، غير كده اللحمة الباردة مش هتطرى معاكي. أديني عمالة أعيد وأزيد وأقول لكم يا جماعة، اللحمة هيدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة متغطي متكلفت خالص، بس الفرن قبلها يكون سخن جدا. أهم حاجة بقى في التسوية، واهم معلومه لازم تعرفوها في التسويه، عدت ساعه والعرق اللحمه جوه متغطي على درجه حراره 200، طفيت البوتاجاز ما تفتحيش الفرن، هتسيبيه جوه في الفرن حوالي 3 ساعات. 3 ساعات مفيش نار، 3 ساعات طفينا النار، ساعه على درجه حراره 200 وبعدين اطفي الفرن وسيبيه 3 ساعات يهدى خالص، واللحمه تستوعب كده كل العصاره الحلوه اللي نزلت منها ويكون برد تماما. بعد 3 ساعات يا حبيبه قلبي طلعيه بقى، قطعيه زي ما انت عايزه والف هنا وشفا، او حتى بيتيه لتاني يوم مفيش اي مشكله خالص. تعالوا نجيب اللي في الفرن. عايزه ايه؟ لا انا مش هغطيه بصراحه. انا قولي، طب قولي عايزه ايه؟ بس يا ستي هنشيل بس كل ده كده، وعايزين نجيب بقى اللي في الفرن. انا يا دوبك بس اللي في الفرن ده انا عاملاه من امبارح، انا بس الصبح اول ما جيت حطيته في الفرن على درجه حراره هاديه مجرد بس يسخن والخضار بتاعه يسخن. يعني ده اللي هوريه لكم ده مستوي من امبارح، طبعا بيكش جدا جدا جدا، ما تقلقيش من الموضوع ده. بسم الله، وما تتخضيش وتقولي يا نهار ابيض ده وصل لنص، لا هو كده ده طبيعي. بسم الله، نطلع كده بقى الصينيه بتاعتنا دي اهي ما شاء الله. طبعا الريحه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. بسم الله، ادي عرق اللحمه، بصوا الخضار استوى وريحه الخضار طالعه جميله ما شاء الله عليها، الريحه طالعه رائعه. عايزين بس نجيب بلانشه، هنجيب بلانشه كده حلوه ماشي، نجيب دي وهنطلع عليها عرق اللحمه. الله اكبر ما شاء الله يا استاذ احمد بجد، الله ينور ربنا يخليك. يعني عرق اللحمه بقى بالخضار المستوي اهو، بصوا طبعا الصينيه بس سخنه شويه، شوفوا روعه ما شاء الله. ده بقى هنطلعه كده من وسط الخضار، تحسوا كده ان هو قاعد ملك متوج، ملك جوه الخضار. بسم الله، هنشيل بقى كده عرق اللحمه لوحده، صفيه كده على بلانشه، وبعد كده هناخد الخضار ده كله نضربه في الخلاط، وهيبقى هو ده كده الصوص الطبيعي الاساسي اللي طعمه روعه. ليه بقى؟ ده واخد خلاصه الخلاصه، واخد خلاصه العصاره كلها ما شاء الله بتاعه عرق اللحمه اهو، شوفوا. طب ده الميه ما نقصتش، مش دي كوبايه الميه اللي كنا حاطينها في الاول؟ ما نقصتش لكذا سبب يا جماعه لو تاخدوا بالكم. اولا غطيناه كويس قوي، دي اول حاجه. ثانيا درجه حراره الفرن ما نشفتش الميه وما نشفتش الخضار، واخد لون حلو قوي من التوابل والبهارات وكمان العصاره الحلوه بتاعه اللحمه. يعني لا تقولي لي ده انا عشان اعمل عرق لحمه لازم اعمل ديميجلاس ومش عارف ايه والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. احنا عاملين اللي هنعمل الصوص طبيعي 100%. ازاي بقى؟ بسم الله، هنجيب شفشق الخلاط كده، نفتح بس كده، وهنجيب معلقه كده حلوه نلم بيها بقى الخضار الجميل بتاعنا ده. مصعبين لي كل حاجه، مصعبين لي كل حاجه، مع ان مهمتكم الاساسيه تسهله. خلاص عشان خاطرك يا بس يا استاذ، يلا هناخد كده الخضار كله بسم الله في الخلاط بالعصاره الحلوه دي. الخضار ده كان عباره عن ايه لو حد لسه فاتح معانا؟ بصل وجزر وكرفس وثوم وبطاطسايه واحده صغيره، وبعد كده التوابل بتاعتنا كلها مع مكعب مرقه دوبناه في ميه سخنه لوحده، وهو ده اللي حطيناه على الصوص كله. ادي بصوا الخضار بقى عامل ازاي،
تحفة تحفة ما شاء الله. هناخد بقى شوية الصوص الحلوين اللي نازلين دول، بصوا، ونروح منزلينهم على الخضار كده بالمنظر، شوفوا لونهم. بس يا ستي كده، وتعالوا بقى نروح نضرب الكلام ده كله. لو حسيت ان هو تخين شويه عادي هنزوده شويه ميه، مفيش اي مشكله. طب لو حسيت انه خفيف خف مني، على طول هشوح معلقه دقيق مع معلقه زبده واضربه واحطه عليه، الدقيق هيخليه يمسك ويتقل، يعني المشكلتين حلهم سهل جدا. تعالوا نشوف، ده انا عملت عمايل. يلا كده تمام، يلا بسم الله، يلا بينا. طيب ده كده، ده كده تقيل معايا، قلنا التقيل هياخد ايه؟ شويه ميه. هي فين الكاتل؟ فين الكاتل؟ اهي افتكرتكم شلتوها. بسم الله. طب ما جيراننا الحلوين يجوا ياخدوا لنا عرق اللحمه ده، يفكوا لنا بس الخيط كده بالمقص بسرعه علشان بس الوقت. يلا يلا بينا علشان الوقت بس. يلا هنحط بقى شويه ميه كده، وبعدين هنضرب تاني ونشوف محتاج ياخد ميه كمان ولا هو كده زي الفل. نقلب، ريحته طالعه حلوه قوي يا جماعه، قوي ما شاء الله، تحفه. يلا بينا بسم الله. بس كده، وبعدين هنشوف بقى القوام الحلو بتاع الصوص دلوقتي. وكان نفسي اقول لكم شامين الريحه عامله ازاي. يلا فين الزبده؟ حد شال الزبده من هنا؟ يا ام رامي اهلا وسهلا. يا ام رامي ازيك؟ ازيك يا ام رامي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الله يخليكي حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. وانت يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا ربي يخليكي. تسلم ايدك على كل حاجه انت بتعمليها. ربنا يخليك يا حبيبتي والله، وما تحرمش منك ولا منكم ابدا يا رب. يا رب يخليك، انا بحبك قوي وبحب كل حاجه انت بتعمليها. ايه رايك في وصفه عرق اللحمه النهارده والرز بالخلطه معانا؟ جميله، روايح حلوه، هفه علينا كده، داخله علينا على ايوه. حبيبتي دايما منوراني والله، تسلميلي يا قلبي والله، تسلميلي، نورتيني يا حبيبتي نورتيني. هاجي بقى هنا في كازارولا كده على النار، وهننزل. تعالوا بصوا القوام واللون، بصوا، عايزه تخفيه عن كده هي عادي جدا، هتزودي شويه ميه. بصوا كمان كميه صوص قد ايه. والميزه، الميزه عندنا ان كل ده طبيعي، كل اللي انت شايفينه ده طبيعي كده. هنجيب بقى حتة زبدة بس صغيرة كده نطعم بيها الكلام الحلو ده اهو، وهسيبه كده يغلي. وعلى ما يغلي بقى انتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نشوف بقى السفرة بتاعتنا هنقدمها ازاي مع بعض، الرز بقى وعرق اللحمة والصوص الحلو ده. وتطلعوا فاصل وترجعوا لي نكمل مع بعض. فاصل قصير بس اوعى القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا يعني الحلويات بتاعت عرق اللحمه. بصوا بصوا حته عرق اللحمه، بصوا حته اللحمه عامله ازاي. يعني انا هسيبكم انتوا تتكلموا. بصوا طريه خالص ازاي، بصوا شايفين الطريه بتاعتها ولونها الجميل ما شاء الله، وريحتها وطعمها المتبله. يعني في الاول لما كنا بنحمر عرق اللحمه اتخضيتوا وقلتوا ايه ده، بنحمره من غير توابل؟ تعالوا دوقوا بقى متبله زي من الخضار. بصوا الطراوه بتاعتها عامله ازاي، اهي بصوا اهي، شوفوا هتتقطع مني والله، والله هتتقطع مني. طب اقول لكم على حاجه، وزي ما استاذ احمد جايبها كده، بصوا اهي، شفتوا اتشدت ازاي؟ متبله ولا لا؟ طعمها طري جدا، دي تحفه ما شاء الله، لازم تجربوا عرق اللحمه بالطريقه دي، اللهم بارك. يلا نجيب له بقى طبق حلو كده محترم زيه، نقدم فيه عرق اللحمه، تحفه.
حاجه كده عسل عسل عسل. يلا بينا يا استاذ احمد، بقى الطبق ده هيعجبك جدا. مفيش مخرج في الدنيا ما بيحبش الالوان، صح؟ ايوه طبعا. يلا يا باشا حالا حالا والله حالا. بسم الله. بصوا بقى، ادي الطبق الرائع بتاعنا. هنروح جايبين عرق اللحمه كده، حطينه هنا كده، وادي حتت اللحمه كده. انهار ابيض على الريحه يا جماعه وطراوه اللحمه. بصوا يعني سواء اتقطعت كبيره او اتقطعت صغيره، طريه جدا جدا، مفيش بعد كده. بصوا مش مستحمله حتى السكينه والله، ما شاء الله عليها. شايفين اللون؟ بصوا لون عرق اللحمه، واهم حاجه عندي انها طريه محتفظه بالعصاره بتاعتها. طريقه التسويه اللي اتفقنا عليها دي ما بتخليش ابدا ابدا عرق اللحمه ممكن ينشف منك خالص. الناس اللي بتشتكي من كده ولما بتيجي تقطعه بص تلاقيه بقى حتت ومش عارفه تتحكم في التقطيع ولا كلمه. يلا يا جماعه هنقدم الصوص بتاعنا. يلا نقلب كده. بصوا بقى هناخد من الصوص ده. فين هو؟ طب ما تقولوا. يلا بصوا بقى هناخد كده شويه من الصوص. القوام المظبوط جدا، ولا هو تقيل خاتم ولا هو خفيف عامل زي الميه. بصوا القوام بتاع الصوص عامل ازاي، ولونه تحفه تحفه تحفه. هوريه لك دلوقتي واحنا بنصبه على اللحمه نفسها. يلا بينا بقى يا استاذ احمد. بص كده شوف الجمال، بص تعالوا شوفوا الجمال وشوفوا الحلويات النهارده. بصوا يلا هنا بقى ايه، غرقيه كده على بقيه عرق اللحمه كده، وتقدميه لضيوفك الف هنا وشفا بالشكل ده. تقوليش انجليش كيك. تقوليش كيكه بالشوكولاته. بصوا المنظر، هيعشقوا الصوص ده. نزود ولازم نقدم من الصوص ده معاه. يلا بينا اهو، عايزين بس ندي مسحه حلوه كده. وتقدمي بقى ايه الصوص ده معاه، هتلاقي كل ضيوفك قاعدين بياكلوا في الصوص ده، واراهنك هيقعدوا يقولوا لك هو انت جايبه ايه حطاه في الصوص ده، او الصوص ده عاملاه ازاي. كفايه طعم الخضار الطبيعي اللي فيه. يلا بينا نوسع كده الخضار بتاعنا كده، وهنحط دي هنا كده، وهنقدم بقى الطبق الجميل ده اهو كده يا استاذ احمد. وده طبعا الني بتاعنا. يلا يا باشا، وبعد كده عندنا كمان الرز بقى. ايوه ادي البطاطس اهو، وادي الرز بتاعنا بلونه الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نروح بقى ايه، حاطين كده شويه المكسرات اللي احنا حمرناها في الاول خالص اهو. اعمليها بقى اي شكل كده. وادي يا جماعه اكله النهارده، اكله شيك وراقيه جدا جدا، وتنفع جدا جدا في العزومات، او هي اصلا بيتقال عليها دي بتاعت العزومات. يعني من الحاجات الشيك جدا، حتى تلاقي في البوفيه مثلا في الفنادق الخمس نجوم لازم تلاقوا اللحمه البارده دي اساسي، ولازم تلاقوا الرز بالخلطه برضو اساسي، بس طبعا ايه زي اللي احنا عاملينه. بصوا كده شايفين الطبق عامل ازاي، يتحدث عن نفسه اهو. بس كده يا ستي، شويه بقى الزبده الصغيره دي كده اللي هي كانت مع المكسرات، اروح منزلها على الوش كده اهي، هتطعم لي جدا جدا طبق الرز بالخلطه. ودي كانت اكلتنا النهارده وغدوتنا النهارده الفخيمه. الف هنا وشفا ليكم جميعا. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا للفقره اللي كلنا بنتمنى احلامنا تتحقق فيها، وان شاء الله باذن الله بفضل الله ثم الفريق الطبي القوي جدا جدا اللي دايما ورانا ودايما في ظهرنا ما بيسيبكوش ولا لحظه لغير ان شاء الله لما توصلوا لبر الامان. تعالوا النهارده نرحب بضيفتي اللي منوراني النهارده، بنوتي كده الحلوه او البت الشقيه العالميه اللي قلبت الفيسبوك بكل العروض بتاعتها، وبجد بجد اثبتت ان عالم التخسيس او المدرسه الجديده في التخسيس دي سهله وبسيطه جدا. هتقول لك بس انتي سيبيلي نفسك. تعالوا نرحب بخبيره التغذيه ريم غانم اللي منوراني النهارده. ازيك يا ريم؟ على تقدمتك القمر. الحمد حبيبتي. لله عامله ايه يا ريم؟ الحمد لله داخله على الريحه الجميله قوي دي. شفتي عرق اللحمه النهارده يعني معمول بطريقه مخلي اللحمه طريه جدا يعني. حبيبتي انا كمان باجي هنا عشان اكل. بالظبط انا باجي هنا عشان اتغدى. طبعا يا جماعه دي ريم، يا جماعه دي ريم، و100 مره قلت لكم وهفضل للمره المليون برده اقول لكم اللي قاعده قدامكم دي السمباتيك السفيفه ده كمان الكاميرا بتزود، يعني هي على الحقيقه اقل من ما انتم شايفينها على الشاشه. اللي قدامكم دي ما بتفوتش حاجه معانا في الحلقات غير معجنات ماشي، حلويات ماشي، اي حاجه، كل حاجه ماشي. وبقعد اسالها وناس كتير بتبعت لي تقول لي طب هي انت ازاي بتنزلي فيديوهات كده ريم وهي بتاكل معاكي بتاكل كل حاجه وزي ما هي كده. وهفضل اقول لكم طول عمرها زي ما هي كده، ما زادتش ايه؟ فينتو كيلو. فينتو كيلو. ما بتزيدش فينتو كيلو. السر انت عارفاه خلاص، انا قلتهولك قبل كده بس نقوله للناس اللي لسه اول مره تتفرج النهارده علينا. انا معايا كورس تخسيس تعليه معدل حرق، نحت قوام، تفتيت خلايا دهنيه بتقنيه البي بي سي والميزوثيرابي، وكمان تثبيت للوزن. الكورس ده علاجي. ليه قلت علاجي؟ لانه معمول من الياف طبيعيه واعشاب وفيتامينات، ما فيهوش اي تدخل للكيماويات. حلو قوي. هو زيرو سايد افكت، ملوش اي اثار جانبيه، مناسب مع كل الحالات الصحيه ومناسب مع كل المراحل العمريه من سن البلوغ لسن 75 سنه. ما شاء الله. طيب احنا الكورس بتاعنا النهارده كمان مختلف خالص يا شفاله. احنا معانا كورس النهارده خمس منتجات اساسيين، والكورس ده انا بقوله مختلف لانه مش هيتكرر تاني، حصري والاول مره. انا جايبه خمس منتجات عليهم خمس منتجات زيهم هديه مجانيه. لا والله، يعني 10 منتجات النهارده في كورس النهارده. ما شاء الله. كورس النهارده شهرين مكثفين. بقول لكم عالميه يعني بجد، يعني ريم من الناس اللي لا بتدخل علينا دخله قويه. وبعدين طبعا هي عامله حساب الاعياد. بالظبط. وعامله حساب ان هيبقى في عزايم كتيره. بالزبط. كمان بالظبط. الاعياد والشتاء الاثنين صعبين قوي مع بعض. بقعد اكل وخارج طالع نازل باكل، وطول الوقت احنا بره بناكل في حته الفلانيه مش هتيجي، اصل احنا خارجين ناكل. كل الخروجات بقت اكل، حتى في الاعياد والخروجات العاديه كلها اكل. طيب انا النهارده جايه اقول خمس منتجات اساسيين مكثفين. وليه بقول مكثفين؟ بننزل من 18 ل 20 كيلو في فتره الشهر المكثف، وعليهم كورس تاني كامل النهارده هديه خمس منتجات برضو. نشرح المنتجات منتج منتج. انا معايا كبسوله خماسيه الابعاد. يعني ايه خماسيه الابعاد؟ يعني بتعملي خمس حاجات. الخمس حاجات دول اهمهم واولهم كسر فتره ثبات الوزن. لو انا عندي ثبات في وزني من كتر ما استخدمت منتجات ملهاش اي اساس من الصحه، او عملت دايت وحرمت جسمي من عناصر غذائيه مهمه، بيجي لي ثبات وزن. انا بكسر لك ثبات الوزن ده. دي اول حاجه بتعملها الكبسوله. تاني حاجه بتعملها الكبسوله بتنحت الجسم، بتغير لي شكل الجسم، بتعملي عمليه نحت 4D. يعني ايه نحت 4D؟ يعني اماكن تمركز الدهون العنيده بتفتتها لي تماما وتغير لي شكلها وتعيد ترتيبها. ما شاء الله. شفتي؟ كل ده الكبسوله بتعملها. بالظبط. حلو قوي. كمان الكبسوله بتكمم لي تكميم للمعده طبيعي 85%. 85% تكميم للمعده طبيعي. فاصبح ان انت سد الشهيه معاكي 85% مع النحت، عملتي عمليتين بالكبسوله بس لسه. اوكي؟ حلو قوي. كمان الكبسوله غير ان هي بتسد لي الشهيه وبتنحت لي الجسم وبتعلي لي معدل الحرق وبتكسر لي ثبات الوزن، بعد ما بنزل في الوزن من 18 ل 20 كيلو في الشهر بثبت على الوزن تماما. يبقى الكبسوله الخماسيه الابعاد بتعملي خمس حاجات اهم من بعض وقلناهم. طيب النقط والاعشاب. انا جايبه النهارده كورس خمس منتجات علشان يكمل بعض واشوفها لك. النقط والاعشاب بتعلي لي معدل الحرق كاني لعبت ساعتين جيم في اليوم او نزلت مشيت ساعتين. خلاص دول مهمه النقط والاعشاب. الاعشاب كمان بتعملي ديتوكس للجسم، بتنقيه كل الاجهزه الحيويه اللي موجوده في الجسم عشان تخلي الكبسوله تشتغل بشكل اقوى بكتير. تمام. حلو قوي. يبقى معانا كده كبسولات ونقط واعشاب. والنهارده بقى الكومبو بتاع البوكس. اجمد حاجه في البوكس النهارده الحصري بتاع البوكس. النهارده انا معايا كريم لشد الترهلات بجزيئات الذهب.
حلو. ومعايا كمان أنبول للحرق وتعلية معدلات الحرق ونحت القوام. يبقى انت معاكي كورس 5 منتجات. طيب الخصم بتاعه قد ايه؟ الخصم بتاعي النهارده 65%. عليه ايه هدايا بقى؟ 5 هدايا زي الخمسه الاولانيين بالظبط. لا والله، يعني الخمسه اللي انت قلتي عليهم دول الاساسيين اللي عليهم خصم 65%. ما ريم بقى ما استنيتش لغايه كده يا جماعه، ده نفس الخمسه الاولانيين عليهم تاني. يعني كده معانا نقط تاني، ومعانا اعشاب تاني، ومعانا كبسولات تاني، ومعانا كريم تاني. الحرق لا استني، ده انا هقف هنا. ايوه ده المحطه دي لازم نقف عندها. وعندنا عبوه كريم تاني. مظبوط. اللي بجزيئات الذهب. مظبوط. اللي طبعا الناس كلها اتكلمت عنه وسميناه الكريم السحري، واحنا بقالنا فتره الناس كلها عماله تسال عنه وانا مش لاقياه وعماله ادور لهم عليه، علشان هو قوي جدا وفعال جدا. فانا النهارده جايباه حصري 2 جوه الكورس، جايبه لك 2 النهارده مجانا. فهتاخدي العلبتين النهارده المجانا دول، ولا هتلاقي اي علامات تمدد جلد بيضة او حمراء، ولا هتلاقي ستريتش مارك اللي بتضايق كل البنات، ولا هتلاقي اي ترهل يحصل بعد عمليه التخسيس. وعشان كده يا جماعه احنا بنقول نحت وتخسيس، مش بس تخسيس. انا بشد الجسم علشان انا بلبس براحتي، بلبس من نص كم، بقى رايحه البحر، رايحه حته ما يبانش شكل الجسم اني كان عندي سمنه قديمه. صحيح. انا ليه بقول بجزيئات الذهب والكولاجين؟ علشان يشد لي البشره ويرطبها كويس قوي، يملي الفراغات اللي موجوده من مكان الترهل ده، اصبح ما بقاش فيه اي اثار للسمنه القديمه. حلو. يبقى احنا معانا النهارده علبتين كبسولات، 2 اعشاب، 2 نقط، وامبولين للحرق، وعلبتين كريم، 10 منتجات، منهم 5 بس هدفع منهم 35%. طيب انا هدفع 35% وخلاص كده؟ لا، معايا شحن مجانا ومعايا متابعه مجانيه، الفريق الطبي معايا طول فتره الشهرين المكثفين، وبقول مكثفين لان احنا بننزل من 18 ل 20 كيلو في فتره الشهر مؤكدين. ليه بقى الكورس اختلف معايا المره دي بنزل من 18 ل 20 مش 18 بس؟ لان انا جايبه لك النهارده انبول الحرق هتاخديه مع الكورس في الشهر بتاع الكورس، هتنزلي على الكورس من 15 ل 18 كيلو، وانبول الحرق اقل حاجه ينزلك من 3 ل 5 كيلو في فتره الشهر. فانت معاكي قنبله حرق. انت ما سبتيش حاجه يا ريم بجد. دخلنا من كل الثغرات. والله ما سبتيش حاجه. كميزانيه لا، خصم كبير جدا. كعروض لا، ده احنا النهارده عندنا 5 منتجات كلهم اجمل من بعض، عليهم 5 منتجات زيهم بالظبط هديه. يعني انا ممكن الكرسي ده بمنتهى السهوله اقسمه انا واختي، كل بالزبط. حاجه فيه 2 بالظبط، اقسمه انا ووالدتي، لو انت وجوزك بالزبط. سهل جدا جدا ان هم يتقسم. اه طبعا سهل ان هو يتقسم، لان كل حاجه متكرر منها 2، والاول مره تحصل. انا نازله بعلبتين كريم كاملين مجانا. دول ما بيبقوش موجودين، ولو موجود يا شفهاله مش بيبقى الاصلي، لا هو ولا انبول الحرق. صحيح. فاحنا الاصلي، احنا الاوريجينال، احنا المرخص، احنا الامن والفعال. وليه بقول الامن دايما قبل الفعال؟ لان يا جماعه زيرو سايد افكت، مفيش اي اثار جانبيه. من اول ما بتستخدمي المنتج بتحسي بالنتيجه من اول اسبوع، من 3 ل 6 كيلو مؤكدين معاكي كل اسبوع، مضمونين كده. انا في جيبي 6 كيلو كل اسبوع نازلاهم، حتى لو عندي مشاكل صحيه. حتى لو في مشاكل صحيه، ده بقى اللي لسه هنتكلم عليه دلوقتي، المشاكل الصحيه والامراض المزمنه والادويه والكلام ده. بس دلوقتي السؤال اللي عمال يتسال، طيب بسرعه بسرعه، الكورس بتاع النهارده اللي اسمه ايه يا ريم؟ النهارده اسمه دينامو الشهرين. دينامو الشهرين، هنجيبه ازاي دينامو الشهرين؟ عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، ونفس ارقام التليفونات عليها خدمه الواتساب المجانيه. مش بس كده، ده كمان عندنا صفحه الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي على الشاشه، تقدروا تدخلوا على صفحه الفيسبوك وتطلبوا النهارده دينامو الشهرين. ما تنسوش يا جماعه، اولا عرض كبير، الخصم كبير جدا جدا، 65% على الكورس الاصلي. الكورس الاصلي النهارده لاول مره وحصري يبقى مكون من 5 منتجات. مش بس كده، الخمس منتجات في زيهم بالظبط 5 تانيين، تخيلوا ان الخمسه دول هديه مجانيه، خصم كبير وهدايا مجانية والشحن مجانا لغاية باب البيت، وكمان متابعة مجانية من فريق طبي على أعلى مستوى. في وسط كل ده يا جماعة ما بنحرمش نفسنا من حاجة. بالظبط. لا للحرمان. بالظبط. احنا غيرنا زي ما قلنا مدرسة التخسيس القديمة، وبقينا ناكل كل اللي نفسنا فيه، بس الكبسولة هي اللي بتحدد لي الشهية. انا طبعا صعب عليا ان انا اقول لك امنعي كذا ووقفي كذا وما تعمليش كذا. علينا احنا كمان يا ريم، وصعب عليكي. بالظبط. مش عليك انت بس طبعا. يعني انت صعب ان انت تتحكمي في حد وتقولي حرام، ازاي حد ده هيتقبل التحكم ده اصلا؟ بالظبط. ما هو ده بقى الصعب في الطرف الثاني. بالظبط. يعني انا مش هتقبل،
هتقبل، مش هتقبل حد يقول لي لازم تاكلي كذا وتعملي كذا وتنزلي السوبر ماركت تجيبي حاجات معينه ونوزن بالجرامات ونشوف كم معلقه رز كم جرام. لا، انا النهارده جايه بقول لك انت مش هتتدخلي تماما في كميه الاكل اللي انت هتاكليها. وهي دي اللي بتريح الناس. انا ما بتدخلش، الكبسوله بتنزل في المعده تنفش في المعده، بتاخد حيز كبير 85% من المعده، فبيبقى لك جزء صغير جدا من غير حرمان وبدون قيود وبدون ريجيم وبدون اي حركه بتخسي في الاسبوع من 3 ل 6 كيلو. طيب جداً. الكبسوله بتاخدي حيز 85% بتملي لي فراغ كبير، فال 15% دول هاكل برضو فيهم جبنه قريش وهاكل فيهم بيضه مسلوقه. هو ده المفروض؟ لا طبعا. يعني ده تبع المدرسه القديمه. أيوة. المفروض دلوقتي انا باكل فيهم كل حاجه انا نفسي فيها، باكل لحمه بارده وباكل رز بالخلطه وباكل كل حاجه نفسي فيها بدون اي قيود. واكلات الشتاء بقى يا ريم. اكلات الشتاء، اكلات الشتاء وحلاوه اكلات الشتاء، حله قلقاس، حله محشي. أيوة. الحاجات أيوة. جميلة، السبانخ، الحاجات الحلوه دي، والعدس ورصه العيش مثلا، نقعد ناكل لحد ما نبقى هنموت خلاص كده. طب انت احكمي، ينفع نعمل الاكل الحلو ده اللي بنستناه من السنه للسنه من الشتاء للشتاء وبعد كده حد يتحكم فيا يقول لا ده ممنوع، لا ده مش عارف ايه، ده لا ده وعشان كده احنا غيرنا زي ما قلنا مفهوم التخسيس. انا عايزاكي تاكلي كل اللي نفسك فيه وبتاكليه بكميه اقل، انت ما بتبقيش حاسه بانك جعانه. ودي الميزه. انا زي ما قلنا الكبسوله بتشتغل بعد ساعه بالظبط يا شفاء. بحس بالشبع 85% بعد ما اخد اول كبسوله بساعه. ليه؟ انا في الفريق الطبي بتاعي بيقول لك بعد ما تاخدي الكبسوله اشربي كوبايتين ميه كبار. كوبايتين الميه دول بيحفزوا الالياف اللي في الكبسوله يخلوها تبتدي تنفش فتاخد حيز، زي ما تملالي كده بالونه كبيره ملتها لي بقى منها جزء صغير. هاكل في الجزء الصغير ده كل اللي نفسي فيه بس بكميه مقننه يا جماعه. الكبسوله بس اللي بتحددها مش انت اللي بتتحكمي فيها. طيب انا عندي ضغط، عندي سكر، عندي كوليسترول، عندي اي مشاكل صحيه، انا النهارده الكورس بتاعي مناسب لكل الحالات الصحيه ولكل المراحل العمريه. كل حاله صحيه وكل مرحله عمريه ليها الكورس المناسب ليها. تمام. طب انا اعرف ده منين؟ انا حاطه لك فريق طبي ارقام على الشاشه، تكلميها دلوقتي تقولي لهم يا جماعه انا حالتي الصحيه والله عندي غده درقيه، عندي نقص فيتامين د، عندي تكيسات، عندي اي مشكله صحيه، وبناء عليه بيحددوا لك الكورس المناسب وبيوصل لك لحد باب البيت. طيب احنا معانا رانيا على التليفون. يا رانيا اهلا وسهلا. الو صباح الخير يا صباح السعاده يا قلبي. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. اتفضلي يا رانيا اتفضلي. عايزه اسال بس الدكتور فهمي. اتفضلي يا معاكي اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا استاذه رانيا اموريني. بصي انا عندي 27 سنه بس انا عندي يعني جسمي مظبوط مش مليان قوي يعني. تمام. مشكلتي بس في بطني يعني انا مش عارفه بطني كبيره. طيب انت من زمان وبطنك مختلفه عن جسمك؟ من زمان. تمام اوكي. طب انت خلفتي او حاجه؟ يعني بعد الولاده زادت. ايوه اوكي. بعد الولاده زادت. هي مشكله المشاكل يا رانيا كلنا بعد الولاده بالظبط. مشكله المشاكل بس هي بقى مشكلتها زياده شويه ان هي في الاصل طول عمرها عندها بطن. كان عندها بطن. طبعا بعد الولاده لازم بتزيد تبقى مختلفه تماما. دي على فكره دي مشكله بنات كتير قوي يا ريم. وهي بنوته طبعا. يعني بنشوفها كتير بالظبط. طيب احنا الحل عندنا النهارده يا استاذه رانيا، انا عايزاكي تتصلي الاول على الارقام اللي على الشاشه دي تاخدي الكورس اللي فيه النهارده فرصه حياتك. ليه؟ لان انا جايبه لك النهارده حقنتين للحرق، اتنين امبول للحرق، دول بينحتوا اماكن تمركز دهون من 3 ل 5 سم كل اسبوع. ومعاكي اتنين كريم لشد الترهلات، يعني هننحت وكمان هنشد الترهل. طيب الدهون اللي موجوده اللي عندي اوريدي في منطقه البطن او البطن السفليه هعمل فيها ايه؟ انا معايا كبسولات بتقنيه البي بي سي اللي بتكسر الخلايا الدهنيه اصلا، فاصبح ان انا هكسر لك الخلايا الدهنيه وهنحت لك المنطقه دي تماما. ما بقتش موجوده تماما بكبسولات تقنيه البي بي سي والميزوثيرابي، ما بقاش في حاجه موجوده معاكي خالص. الناس بتروح تدفع فيها مبالغ باهظه في العيادات يا شفاله. وهي النهارده انا جايبها لك في كورس سحري وحلال المشاكل لو عندك اي مشكله حتى لو سمنه وراثيه اللي هي اصعب حاجه بالزبط. وكمان ده ايه المعروف عنها انها ما بتنزلش. لان دي وراثه وبيقول لك دي جينات وراثيه وان العيله مثلا من قديم الازل كل الاجيال واخده مثلا شكل واحد اللي ممكن تكون من الجزء اللي تحت اللي هو شكل الكمثرى مثلا كده. فيقول لك لا ده السمنه الوراثيه دي ما بتنزلش. لا احنا فهل ده مع الكورس النهارده دينامو الشهرين تقدر تنزل بمنتهى السهوله؟ مظبوط. احنا اتحدينا كل انواع السمنه والنهارده انا بقول لك دينامو الشهرين كل حاجه مخوفاكي او قلقاكي في قصه التخسيس تعالي عندنا وانا احلها لك كلها.
اي مشكله بتقابلك تعالي دلوقتي يلا نبدا حالا، خدي الخطوه حالا وابداي معانا من الارقام اللي على الشاشه. فريق طبي كامل على اعلى مستوى، وليه دايما بذكر كلمه على اعلى مستوى؟ لان هما فعلا اصدقاء قبل ما يكونوا فريق طبي، بيبتدوا معاكي متابعه من اول يوم لاخر يوم في الشهرين، بنبقى اصحاب وبنبقى عيله، بتوصل ان هي نازله معاكي 20 كيلو و30 كيلو وخلاص بقت صاحبتك بتكلمك تطمن عليكي بس. بالظبط. عشان كده بقول ابطال بيبقوا معاكي اخواتك طول فتره الشهرين، متابعه مجانا خلال فتره الشهرين كلها معاكي الفريق الطبي، بيساعدك في كل حاجه، عايز تاخدي ادويه مرض مزمن، عايز تاخدي اي حاجه بتكلمينا تقولي. حلو قوي. يبقى معنى كده ان ناخد من كلامك يا ريم ان مثلا لو بنوته صغيره، يعني انا كأم مثلا وشايفه بنتي لسه بنوته صغيره مثلا في سن اعداديه او داخله ثانوي وابتدت تبان عليها السمنه او حاسه ان عندها بطن او بتاكل كتير، اقدر النهارده اطلب لها دينامو شهرين بمنتهى الامان. بالظبط. او حتى كدا طقوسها في الاكل غلط. يعني حتى لو هي بتاكل طول الوقت اكل من بره مثلا علشان هي طول الوقت عندها دروس، ماشي صح، فهي طول الوقت بره فبناكل جانك فود طول الوقت. لا، انا بقول لك النهارده انت حتى لو شايفه عاداتها خاطئه في الاكل، الحقيها بالكبسوله بتاعت النهارده دي، تقدري تديها لها مره كل يومين. لو هي ما عندهاش سمنه يشفها لها، تثبت لها الوزن، ولو في منطقه فيها دهون تنزلها لها تماما. حلو قوي. طب ده بالنسبه مثلا لو بنوته صغيره. طب بالنسبه مثلا لو انا عندي والدتي والدي مثلا سنهم كبير وما بيقدروش يتحركوا عشان السمنه، وفي نفس الوقت مثلا بياخدوا ادويه لمرض امراض معينه، نقدر النهارده كورس دينامو الشهرين ينفع معانا؟ طبعا ينفع معانا. الكورس مناسب زي ما قلنا مع كل الحالات الصحيه. انا ما باخدش زي شيف هاله وشيف هاله ما بتاخدش زي فلانه. كل واحد ليه الكورس المناسب ليه. انا بتصل بس ببلغ بحالتي كامله. ايه حالتي كامله؟ لا يا وزن، سن، طول، اماكن تمركز دهون، انا بتحرك او لا، بشتغل ولا لا، كل التفاصيل دي بتفرق معايا. وكمان بسال اخر مره عملتي دايت كان امتى عشان اشوف معدل حرق الدهون في الجسم كان عامل ازاي اخر مره. بلاقي بقى في الوقت اللي بسال فيه اخر مره عملتي دايت كان امتى، من 3 شهور. خسيتي قد ايه؟ قعدت عامله دايت شهر، خسيت كيلو ونص ورجعت 5 كيلو. طيب ورجعتي؟ رجعت 6 كيلو. يعني على طول مش الكيلو ونص اللي نزلتهم. لا طب ده يوم الفري بيبقوا محضرين كل الاكل اللي اتحرموا منه، كل حاجه طول الاسبوع هي كانت بتشيلهم في الفريزر لحد ما تيجي تفك الدايت علشان تاكلهم. طب ليه انا اعمل كل ده؟ انا يا جماعه بقول لك كلي كل حاجه، ما تقيديش نفسك بحاجه. ازاي؟ انك تاخدي كبسوله عشبيه سحريه بتنزل في المعده تملالك المعده تماما. والاول مره زي ما قلنا النهارده حصري مش هيتكرر، وناكد كمان على كلمه مش هيتكرر. النهارده معايا امبولين للحرق واتنين كريم وكورس كامل مجانا. يعني شايفه كم الهدايا؟ 7 هدايا، وانا معايا اصلا 3 منتجات اساسيين. يعني 10 منتجات في بوكس كبير جدا يكفيني شهرين. الشهرين بنزل فيهم 36 كيلو مؤكدين بدون الحقن. بالحقن انزل 40 كيلو مؤكدين بالحقن. اللي هو النهارده معانا امبولتين. شوفي بقى انا مذاكره ازاي. النهارده يا جماعه العرض بتاعنا الكورس اول مره ينزل معانا كورس 5 منتجات. في العادي احنا متعودين دايما الكورس بيبقى 3 منتجات، النهارده نازل 5 منتجات بخصم 65%. ده مش بس كده، ده الخمس منتجات جاي عليهم 5 زيهم كمان هدايا مجانيه. حتى امبوله الحرق اللي جايه مع الكورس الاساسي عليها امبوله ثانيه، امبوله حرق تانية جاية هدية مجانية. الكريم السحري شد الترهلات ونخلي الجلد يرجع زي ما كان. وريم كمان قالت لنا على صورة مهمة جدا أنا حسيتها، بتقولك علشان اللي يشوفك ما يقولش دي كانت تخينة وخست، بيبان قوي، بيبقى الجلد مترهل، تلاقي الدراعات كده باينة، البطن باينة، بيبقى كرمشة. انت نفسك ما بتحبيش المنظر ده. فالكريم هنا وظيفته من اول ما تاخدي الكورس وتستعملي الكريم بيشدلك الجلد ده تماما. بعد الشهرين تلاقي لا مش باين عليكي حاجه، كانك اصلا مولوده كده عادي يعني جدا، ولا كان عملتي اي حاجه ولا روحتي ولا جيتي ولا اي حاجه. زي مين؟ زي الصور اللي هنشوفها دلوقتي كده، الابطال بتوعنا النهارده قبل وبعد. بصي كده يا ريم، مثلا دي اول حاله. احنا زي ما قلنا دايما منطقه البطن بتبقى دهون حشويه عنيده، لان دهون بتتراكم في منطقه البطن بسبب اكل النشويات طول الوقت او الاكل متاخر طول الوقت. المنطقه دي احنا زي ما قلنا ما عندناش حاجه اسمها مستحيل في التخسيس. احنا هنا نزلنا منطقه البطن ومنطقه التصدي تماما. خلال فتره شهرين اللي هو الكورس بتاع النهارده اختلف تماما. نازلين قد ايه؟ شايفه نازلين 28 كيلو. 28 كيلو. بصوا يا جماعه فرقوا ازاي.
مختلف، شخص مختلف، حد تاني خالص فعلا يا ريم والله ما شاء الله. حتى كمان دهون المنطقه السفليه، البطن السفليه، كل المنطقه دي اتقضى عليها تماما بتقنيه البي بي سي اللي بنتكلم عنها، تكسير الدهون، تقنيه الميدوثيرابي، نحت الدهون. يعني انا ما خليتلكيش ثغره في التخسيس الا وحلتها لي كورس النهارده. طبعا واضح جدا. في صوره تانيه دي برضو، شفتي شفتي منطقه البطن الفرق طبعا واضح يا جماعه. بصوا يعني لا لا اهم حاجه منطقه البطن ازاي تحول كده بجد يعني. شفتي احنا هنا نازلين 18 كيلو في فتره شهر، لحقنا منطقه البطن تماما زي ما احنا شايفين، منطقه البطن ما بقتش موجوده، وزي ما انت بتبالك شايفه لها مفيش ترهل. ليه؟ لان انا جبت من منطقه البطن دي حطيت عليها كريم شدت لي الترهلات ونحتت لي منطقه البطن خالص، ما بقاش في اي ترهل موجود معايا بعد ما خلصت عمليه التخسيس. حتى واضح في الصوره الثانيه لابس حاجه مظبوطه عليه وما فيش اي دفوهات باينه. صح. طب نشوف صوره كمان، يلا بينا. طيب العنصر السيدات بقى احنا هنا نازلين 30 كيلو في خلال فتره شهرين. السن مش صغير، ربنا يديها الصحه، السن مش صغير. كمان مرضى غده درقيه، وكمان كمان كان عندي مشكله اني انا ما بعرفش اطلع السلم. ما بعرفش اصلي وانا واقفه، بصلي وانا قاعده وما بعرفش اطلع السلم، ولو نزلت بفضل قاعده تحت ساعتين عشان حد يطلعني. موضوع كبير جدا. ليه؟ عشان الوزن. هي مش كبيره سنا قوي، بس هي ما كانتش قادره تتحرك، مشاكل في المفاصل بسبب الدهون الزياده اللي في اللي على المفاصل. انا محمله دهون زياده كتير جدا على المفاصل، فبناء عليه مش قادره اتحرك. لما نزلت في الوزن 30 كيلو حياتها اتغيرت تماما. احنا بدانا نصلي واحنا واقفين، بدانا نطلع وننزل، نروح نجيب حاجات البيت من السوبر ماركت عادي بدون اي قيود. باين جدا الفرق. 30 كيلو في غده درقيه. فان احنا عملنا الانجاز بتاع ال 30 كيلو في غده درقيه ده معناه ان مفيش حاجه بتقف قدامنا. اي مشكله في التخسيس هتقابلك النهارده احنا بنحلها لك، حل لكل مشاكل التخسيس الكوش بتاع النهارده. يبقى معانا ايه النهارده في المقابل؟ ايه كل الكلام الجميل اللي ريم قالته ده وكل الانجاز اللي حصل ده في المقابل لا للحرمان. بالظبط. خدوا بالكم نقطه، ناس كتير قوي يا ريم مشكلتها او مش عايزه تاخد القرار عشان تقول لك انا ما ينفعش احرم الاكل. بالظبط. انا مش هعرف. انا بعمل اكل حلو وبجمع ولادي وجوزي وبنقعد نتغدى مع بعض او نتعشى مع بعض، فانا لا انا مش هينفع اجيب لي انا اكل مخصوص. بالزبط. ومش هينفع اقعد على جنب. ده حقيقي. فتقول لك ايه؟ لا لا، ما انا دلوقتي انا لو اتصلت وقلت لهم اول كلمه هيقولوا لي دي. أيوة. هيقولوا لي لا لا ولازم تاكلي كذا. مفيش الكلام ده ما بنقولش كده خالص خالص. ما بنقولش كده. احنا بناخد الكورس وهو الكورس اللي بيتصرف، ما تقلقوش تماما يا جماعه. بتاخدي الكورس، الكورس بيسد الشهيه، بتاكلي كل حاجه بس بجرعه مقننه من غير ما تحرمي نفسك من حاجه. جرعه قليله من طبقك الطبيعي، بتاكلي منه 15 بس في المية. بس المهم ان انا باكل الاكل الطبيعي عادي جدا، بدوق كل حاجه شبه. بالظبط. كل بالزبط. حاجه هحط الطبق ده قدامي هاكل منه معلقتين عشان نفسي فيه، وهاكل بطاطسيتين وهاكل اتنين قطعه لحمه وكل حاجه زي الفل. بس يا جماعه عايزين ايه تاني؟ هتاكلوا اللحمه البارده، فتاكلوا كل حاجه. اي اكل هتعمليه في البيت هو العادي جدا، حياتك اليوميه عاديه جدا. كل اللي زاد الكبسوله اليوميه، وسيبيها بقى الكبسوله هي عارفه هي هتعمل ايه. بالظبط. تعالوا ناخد زينب على التليفون. استاذه زينب اهلا وسهلا. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله يا شيخ. الحمد طول لله. ما انت حضرتك بتعملي الاكل حلو دوت مش عارفين نخس خالص. ريما اهي. ريما هي. عايزه تقول لها ماليش دعوه. انا مالي. ريما هي قولي لها الكلمتين دول. انا مش هبص لك يا زينب. لا اعملي اكل شيف. اتفضلي. وهتاكلي زي ما انت عايزه. بالظبط. اعملي اكل شيف. اكلم استاذه ريم. هي سامعاكي. اتفضلي. ازيك يا استاذه ريم؟ الحمد لله يا حبيبتي. وريم يا استاذه ريم انا نفسي اخس. انا بصي انا اتعقدت من نظام الدايت كله، وبخش على النت وباخد انظمه كتير، وبصراحه اتعقدت خالص. انا نفسي اخس. انا وزني 130 كيلو وعندي ضغط وسكر وباكل كتير قوي. انا حاسه بنفسي ان انا باكل كتير. بتدخلي على الانترنت تجيبي انظمه دايت وتعمليها. دي مشكله. دي احنا عايزين نعمل حلقه مخصوص عن الموضوع ده. والله عن الموضوع ده. يعني انت يا حبيبه قلبي بتشتكي من الضغط والسكر ووزن كبير، وطبعا بتاخدي ادويه، وكمان رايحه تاخدي وصفات من على النت، الله اعلم تناسبك ولا لا. بالزبط. يعني حد يعمل كده في نفسه بالذمه؟ سواء انت او اي حد سمعنا يا جماعه، يعني ايه وصفات من على النت؟ يعني واحده قاعده تقول لك مش عارف ميه الرز وحطي عليها مش عارف ايه، حطي بقدونس على مش عارف ايه، اصل ده بيعلي الحرق. مش حاجه اسمها كده.
شفتيش حاجه بتعلم مع حد غلب. ما كانش فيه دراسه، ما كانش فيه اكاديميات بتخرج خبراء تغذيه، ما كانش فيه كليات، ما كانش لا يا جماعه بجد النسب لازم تكون مدروسه من حد فاهم عارف هو بيعمل ايه. ده مهم جدا جدا. ما تاخدوش وصفات من على النت، بنقولها لكم اهو من هنا، ما تاخدوش وصفات من على النت الله اعلم تناسب ولا وصفه تعلي الضغط، وصفة تنزلي معدل الدم في الجسم تخليلي عندي انيميا، تكسرلي الدهون بتاعتي، ووصفة تانية تخليلي اخسر ماسلز، اخسر عضلات. طب ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انا عايزة دلوقتي ورقة وقلم كده ونركز مع بعض يا جماعة. كورس امن مرخص وزارة صحة مصرية، الكورس ده كل حاجة فيه محسوبة. جسمك محتاج فيتامينز قد ايه، جسمك محتاج الياف قد ايه، محتاج اعشاب قد ايه، محتاج تعلي الميتابوليزم ريت قد ايه، كل حاجة النهاردة معايا محسوبة يا شفاهلة. مش وخلاص اي حاجه باخدها وامشي عليها. اصل صاحبتي عامله دايت وخست عليه 12 كيلو، اخد الدايت امشي عليه يجيلي انيميا اول حاجه. وعلى فكره ممكن صاحبتها جدا تكون مخبيه عليها السبب الاساسي في التخسيس، وتبقى هي اصلا بتاخد كورس من عندنا مثلا وخست بالشكل ده، لان اكبر وسيله او اكتر وسيله فعاله جدا جدا في التخسيس من غير ما الوش يتاثر هي الكورسات. يعني النهارده مثلا الكورس بتاعنا دينامو الشهرين بكل اللي موجود فيه، حتى الكريم كمان، الكريم السحري اللي بجزيئات الذهب، عبوتين جايين النهارده. فدي اكبر وسيله ممكن تخسسك بطريقه امنه وصحيه ومن غير ما وشك يتاثر. فممكن تكون واحده عملت كده وخدت الكورسات دي ونزلت بالشكل ده، مش عايزه تقول لك السر، فانت تيجي تساليها خسيت ازاي، تقول لك ده النظام الفلاني، وانت تروحي رايحه جايبه النظام ده وماشيه عليه ومعذبه نفسك وعامله بقى نقص اضرار كمان. بالظبط بالظبط، يحصل اعراض جانبيه كمان. بالظبط، نقص هيموجلوبين، يحصل لنا شحوب، بشره صفراء، تلاقي تحت عينينا بقى اسود، تلاقي ضوافرنا بتتكسر، شعرنا بيقع، بيغمى عليا، مش مهم شكلي، مهم صحتي. بيغمى عليا عشان بقى عندي انيميا بسبب ان انا حرمت جسمي من عناصر غذائيه كتير مهمه هو محتاجها، والدايت اللي انا بعمله ده مش مناسب معايا. دايما الناس بتاخد الدايت من على النت او من صحابها، لا يا جماعه حرام عليكم، جسمكم ليه حق عليكم. النهارده انا جايبه لك كورس مرخص بقى بسرعه كده علشان يلحقوا يتصلوا يا جماعه. يلا قولي لنا المنتجات. الكورس النهارده كبسولات ونقط واعشاب وانبول للحرق وكريم، عليه خمس منتجات زيه بالظبط، ضمان نزول 36 كيلو في فتره الشهرين، وكمان معاكي انبولين الحرق هينزلوكي من 3 ل 6 كيلو في فتره الاسبوعين بتاعت الحقن، يبقى انت كده هتنزلي توتال 40 كيلو ان شاء الله بخصم 65%، والشحن مجانا لغايه باب البيت، وكمان المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. شكرا يا ريم. شكرا، نورتيني يا حبيبي قلبي. اشكرك، اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. سلام عليكم.